السلام عليكم، يا هلا بكم. اليوم انا راح اشوف برو ماكس اس 13 الترا احدث تجهيز سامسونج لجهاز السوق العربي. اليوم هذا الفيديو راح نتكلم عن جوده الكاميرات وتحديدا الفيديوهات الموجوده على كل جهاز. هل الاس على الايفون خصوصا هواي ناس تشتري الايفون على مود كاميرات وعلى مود جوده الفيديوهات اللي لحد يغلط، لكن هذا الفيديو راح يبين لكم الاختبار الحقيقي. هل فعلا الاس طور قفز قفزه كبيره بمجال التصوير خصوصا الفيديوهات؟ هذا راح نشوف هذا الفيديو حاليا متواجدين الحلقه الاول، وان شاء الله راح نصور لكم عده نماذج وعده اماكن حتى تكون فكره كامله. خليكم وياي ونسمع كل الاختبارات بالتفصيل. شباب، اول شيء نبدا بالكاميرا الرئيسيه 4K 60 فريم بالثانية. جربت بعده سيناريوهات مثل ما تشوفون. السيناريو الاول اشوف الاس 23 الترا الوان احلى وشادو اكثر، لكن بالايفون بتباين او كونتراست اكثر مثل ما تشوفون. لون السترة جوزية طوخ والوان الشجر ايضا، حتى اللون الاحمر الولد اللي يركض قدامكم شوفوا اللون الاحمر. اذا نوقف الفيديو شوف اللون الاحمر بالايفون بتباين اكثر من اللون الاحمر اللي موجود بالاس. ايضا تشوفون الستابلايزيشن بكل جهاز، دا امشي حركه خفيفه. بصراحه جهازين تقريبا ثباتيتهم كلش ممتازه. ننتقل هسه على السيناريو الثاني اللي هو اصعب شويه، انه الشمس بوجه الاجهزه. مثل ما تشوفون هنا الفرق شويه قليل بين الجهازين. بالايفون الكونتراست افضل شويه من الاس، تباين وحده، لكن الدايناميك رينج الالوان اشوفها احلى بهوايه بالاس 23 الترا. انتوا شو رايكم؟ اكتبوا لي اكيد بصندوق التعليقات، انا اريد كل مقطع تكتبوا لي عليه. نجي على السيناريو الثالث اللي مثل ما تشوفوا قدامكم حركه، هاي حاليا بحديقه الامه. شوفوا لون القاع افتح شويه بالايفون من الاس اللي شويه مايل على سواد، لكن واقعي اكثر من الايفون. ايضا دايناميك رينج لون السما ذا تشوفوا تقريبا متقاربات مع افضليه بسيطه للاس. نمشي بعد عكس الشمس مثل ما تشوفون زاويه صارت شويه افضل. الالوان الدايناميك رينج بالاس هواي احلى. شوفوا لون السما قدامكم وانتم تحكمون. الصوره بالايفون مايله على صفار اكثر، اما بالاس شوف الصوره بارده اكثر. ننتقل هسه نجرب العدسه الثانيه اللي هي عدسه الالترا وايد. مثل ما تشوفون شباب الدايناميك رينج بالاس 23 الترا افضل من ما موجود على الايفون 14 برو ماكس. ايضا تفاصيل، لكن التباين او الكونتراست بالايفون 14 برو ماكس افضل. مثل ما تشوفون لون الشجر، لون التيشيرت مال ولد اللي يلعب طوبه، اللون الازرق احلى واوضح وكونتراست بي افضل من الاس، لكن الصوره بالاس 23 الترا واقعيه اكثر وافضل اشوفها من الايفون. بالسيناريو الثاني اشوف الاس 23 الترا افضل ناحيه لون الشجره، ناحيه الدايناميك رينج، ناحيه لون السما مثل ما تشوفوا شوي افتح من الايفون 14 برو ماكس. مثل ما تشوفون شباب انا حاليا دا امشي وقدامكم الصوره واضحه. ايضا سيناريو اخر اللي هو حديقه الامه، تشوفون لون السما بالاس 23 الترا اوضح، دايناميك رينج افضل. الوان الفيديو مثل ما تشوفوها بالايفون تميل على صفار اكثر، طبعا هذا بوضع الشمس حاليا، الشمس مركزه على حديقه الامه مثل ما تشوفوها. فاشوف الايفون صفارة اكثر، لكن لون القاع اذا اشوفوها تقريبا افتح شويه بالايفون من الاس 23 الترا، لكن بصراحه الحقيقه الالوان الحقيقيه هي بالاس 23 الترا. ننتقل على العدسة الثالثة هي تليفوتو 3X، هنا تساوي تقريب بالايفون وبالاس. مثل ما تشوفون شباب اكو اهتزاز بالفيديو اثناء الحركة، بينما بالاس الصورة ثابتة اكثر. ايضا التباين والكونتراست بالاس افضل من التباين اللي موجود على الايفون، حتى اذا تشوفون لون التيشيرت الولد اللي لابس احمر بالاس تباين الكونتراست افضل من الايفون. الشباب اللي يلعبون طوبه طبعا فقد الفوكس بالايفون، مو مثل الاس اللي بقى مركز على الهدف وما فقد اي فوكس. لون التيشيرت الازرق، لون التيشيرت الاحمر بالاس شوفه حقيقي وكونتراست بي افضل من ما موجود على الايفون. ايضا وضع سيناريو اخر مثل ما تشوفون لون البنايه، الاس 23 الترا لون البنايه اطوخ من الايفون 14 برو ماكس. لون الشجر ايضا اذا تشوفوه بيت كونتراست افضل بالاس 23 الترا من اللي موجود على الايفون 14 برو ماكس. ايضا اذا تشوفون لون القاع بالايفون 14 برو ماكس فاتحه كانما بيضه صايره، بينما بالاس 23 الترا بالعكس تباينها عالي وهذا اللون الحقيقي للقاع اللي موجوده. طبعا جرب السيناريو اخر هو قليل منكم يسويه اللي هو 10x زوم بالاس 23 الترا، باعتبار الايفون ما يدعم هذا الزوم فقط 3x، لكن حتى اوضح لكم الكواليتي اللي موجوده بالاس 23 الترا والالوان. الاهتزاز موجود بالفيديو بال 10x عكس الايفون اللي هو 3x، احنا شفناه باهتزاز اذا قررناه ويا الاس 23 الترا بوضع 3x، لكن بوضع 10x بالاس 23 الترا مثل ما تشوفوه
اكو اهتزاز بالصوره والصوره مثابته بشكل كامل، لكن بشكل عام الكواليتي مضبوطه وجميله جدا. ننتقل هسه لتصوير 8K 30 فريم بالثانيه مقابل 4K 60 فريم بالثانيه للايفون 14 برو ماكس. مثل ما تشوفون الكواليتي والريزوليوشن صارت افضل بالاس من الايفون، بقى الايفون على صفاره. مثل ما تشوفون الصوره صفرة اكثر، لكن الكواليتي لون الحجر مثل ما تشوفوه بالاس شوي افتح، لكن بالايفون هنا انا مطيك لون الحقيقي للحجر، لكن الصوره تميل للصفار. بقيه التفاصيل والديناميك رينج اكيد بال 8K افضل من الايفون 14 برو ماكس اللي يصور لك 4K 60 فريم. انتم شو رايكم؟ شنو تخيرون هنا من الافضل ومن الاحلى؟ احب اسمع رايكم بالتعليقات. ايضا وضع اخر 8K 30 فريم وضع المشي. مثل ما تشوفون شباب الكواليتي والثباتية بالفيديو، انا حاليا دا امشي بشكل سريع، لكن بالاسم حافظ على الثباتية. صح الايفون ثباتيته اقوى، لكن احنا دا نصور 8K 30 فريم بالثانية. شوفوا كواليتي الصورة والشباب اللي دا يلعبون طوبة حاليا بضوء الشمس والفلير مال الشمس، لكن النتيجة هنا بصراحة للاس ال 8K الدقة الريزوليوشن لون الشجر دايناميك رينج هواية افضل. لكن من ننتقل على وضع الركض، مثل ما تشوفون الثباتية بالفيديو ال 8K افضل من ال 4K اللي موجود على الايفون. شوفوا هاي النتيجة اللي امامكم الواضحة، حتى الدايناميك رينج بال 8K صراحة افضل، لكن التباين بالايفون افضل من ما موجود على الاس. شوفوا لون المرجوحة بها كونتراست افضل بالايفون 14 برو ماكس من الاس 23 الترا. اما اذا انتقلنا لوضع البورتري، وضع السينماتيك بالايفون 14 برو ماكس، مثل ما تشوفون حاليا مركز على الهدف. الايفون 14 برو ماكس بقى مركز على وجهي، حركه ايدي مقابل الكاميرا مركز على الايدي فقط على الوجه، بينما بالاس 23 الترا يركز على ايدي وعلى وجهي، ومن اتحرك شويه يفقد التركيز بالاس 23 الترا، لكن بسرعه راح يرجع التركيز على الهدف. لكن الكواليتي بصراحة تميل للأس أكثر من الآيفون. شوفوا العزل، قوة العزل بالأس أقوى من اللي موجود على الآيفون. أيضا جربت بسيناريو آخر الدايناميك رينج هنا بالآيفون بصراحة أفضل من الموجود على الأس 23 ألترا، لكن من ناحية العزل أشوف الأس أفضل هنا بصراحة من الآيفون، لكن قلت الدايناميك رينج هنا بالآيفون 14 برو ماكس أفضل. أيضا الحركة أثناء الحركة الأس شوية يفقد الفوكس، بينما الآيفون يبقى مركز على الهدف حتى إذا تحركت بوضع السينماتيك وبالأس بوضع البورتري. الشغلة الأخرى اللي لاحظتها أنه الألوان بالآيفون 14 برو ماكس بها تباين عالي، الكونتراست مضبوط. مثل ما تشوفون لون السترة لون جوزي طوخ، بينما بالأس لون السترة هنا عندك أفتح ولون البشرة أفتح أيضا، لكن الصورة للعين تشوفها جميلة بالأس أكثر من الآيفون. حاليا بتصور من الكاميرا الأمامية 4K 60 فريم بالثانية بظروف أضاءة صعبة، الشمس في ظهري. مثل ما تشوفون الكواليتي بلون الفيديو بكل جهاز، ده نخبر أيضا جودة المايكات الموجودة على الآيفون وموجودة على الأس. فأنتوا شنو رأيكم؟ شنو أفضل جودة موجودة هنا؟ أنا أشوفها بصراحة صالح الآيفون، ألوانه حقيقية أكثر من الأس اللي ضايف بيوتي أكثر على الصورة. هاي جودة الفيديو بالكاميرا الأمامية بين الآيفون 14 برو ماكس والأس 23 ألترا. تشوفون الدايناميك رينج، تشوفون ألوان الفيديو. بصراحة الآيفون دايمين الألوان حقيقية أكثر، لكن كجودة الصورة كجودة الفيديو كوضوح للعين أشوف الأس أحلى من الآيفون. فأنتوا شنو رأيكم بهاي النقطة؟ كتبونا بصدر. أيضا اختبار جودة المايكات، هسه صار مكان عام وعالم دايرنا وهرجات، لكن الصوت أيضا نختبره حتى تشوفون جودة. حاليا الكاميرا الأمامية والشمس مقابل عيني، حاليا دا أشوف إنه الآيفون الصورة مالته مايلة على صفار أكثر، لكن صورة الاس باردة اكثر من الايفون، لكن الايفون صورته حقيقية اكثر. مثل ما تشوفون الالوان اللي موجودة هنا تميل للايفون اكثر من الاس. انتو شو تفضلون؟ اكتبوا لي بالتعليقات. عيني متى اقدر افتحها من ورا الشمس. هذا تصوير البورتري من الاس والايفون. مثل ما تشوفون ظروف اضاءة صعبة حاليا، الشمس بظهري، ودا اشوف الاس الصورة مالته أظلم شوية من الآيفون، الآيفون ألوانه أفتح وأحلى، لكن الآيفون أي السوادات هنا أكثر. هسه حاليا بظروف إضاءة أفضل، صارت الشمس باتجاه الجانبي إليه. مثل ما تشوفون الأس صارت صورته أحلى بصراحة، العزل الوراية صار أفضل من الآيفون. الآيفون صورته تميل إلى الصفار اكثر،
لكن الاس صورته احلى بتحتاج اي تعديلات، مجرد الفيديو مباشره تشيله وترفعه، بينما الايفون لا، الصوره مالته والفيديو يحتاج تعديلات، لان الصوره اكثر مايله الى الصفار والالوان ايضا يحتاج الى تعديل، بينما الاس مباشره تقدر ترفع الفيديو وتشتغل عليه بدون اي مونتاج واي تعديلات، الصوره احلى بهوايه والفيديو موجود هنا على الاس. بس هنا أنا حاليا هسه الشمس بوجهي مثل ما تشوفون، صارت ايضا الالوان هنا تحولت، الالوان بالايفون صارت احلى، العزر صار افضل، والاس ايضا مقاصر الوان احلى. طبعا ما اقدر افتح عيني لكن لازم هنا تشوفون الوضع، لون التيشيرت مثل ما تشوفون ما لسه ماي بينما هو نيلي، طالع حقيقي اكثر بالايفون، حتى لون الستر لا اشوفه جوزية اكثر حقيقية بالايفون من الاس. مثل ما تشوفون شباب جودة الفيديو من الكاميرا الأمامية بالليل حاليا، والاضاءة مال كل جهاز شنو رايكم؟ اكتبولنا بصندوق التعليقات، من الافضل من ناحية الصورة ومن ناحية الفيديو، ايضا كواليتي الصوت اشوف اكو نويز بالاس بلون السماء، ايضا الايفون اكو بعض المناطق الظلال فليير عالي دا اشوف موجود، لكن كالوان تشبع اكثر بالالوان اشوفها بصالح الاس. هذا تصوير 4K 60 فريم كاميرا سيلفي بالاكسي اس 11 الترا، وايضا تصوير 4K 30 فريم ثانيه من كاميرا الايفون. شوف الكواليتي مال الصوره وايضا الفليير مثل ما تشوفون. حاليا الظروف بسيناريو قضاء صعب، برايكم من الاحلى؟ اكتبوا لنا بصندوق التعليقات من الاحلى برايكم. شوف هنا أنا تصوير ليلي بدقة الـ 8K 30 فريم بالثانية من الاس و 4K 30 فريم بالثانية من الايفون 14 برو ماكس، بصراحة تفوق رهيب للاس على الايفون من ناحية التباين، ناحية الحدة، ناحية الديناميك رينج. إذا تشوفون هنا أنا السما زرقاء أكثر من اللازم، مو حقيقي هذا اللون، لكن إذا تشوفون لون السيارات، لون البناية، لون الضوء، هنا أنا إذا أشوف فلير أكثر موجود على الايفون من الاس 23 الترا. ايضا هنا أنا مثل ما تشوفون سيناريو اخر الفرايد تشيكن بالاس، شوفوها اوضح وتقري للعين، بينما بالايفون 14 برو ماكس بها نويز الصوره وما تقدر تقرا الاسم بشكل مضبوط، لكن كالوان كحده اشوف الاس افضل من ناحيه تصوير ليلي. ايضا جربت سيناريو اخر تشوفون تصوير ال 8K 30 فريم بالثانيه، يعطيك ريزوليوشن عالي، الفلير قليل بعد الجلوبات الضاربه، بالايفون تحس الصوره كلها فلير كلها ظلال، بينما بالاس 23 الترا لا، مسيطر على الوضع والكواليتي عالية جدا، والالوان حقيقية، لون الازرق ازرق، لون الاحمر احمر، لون الاصفر اصفر. ايضا بسيناريو اخر مثل ما تشوفون لون الشجرة اخضر حقيقي، بينما الايفون 14 برو ماكس مثل ما تشوفوها الصورة باهتة مو مثل ما موجود على الاس 23 الترا. ايضا الدايناميك رينج افضل بالاس من الايفون 14 برو ماكس، شوف السما هنا زرقاء، بينما بالاس 23 الترا هي اللون الحقيقي، هي الدنيا الليل وظلمة السما. ايضا الفلير اللي موجود، اللايتات مال السيارات، وايضا الجلوبات اللي موجودة بالشارع، بالاس افضلية مطلقة على الايفون 14 برو ماكس من ناحية التصوير الليلي وكواليتي الصورة. ايضا جربت وضع الركض بالتصوير الليلي بدقة الـ 8K 30 فريم بالثانية من الاس و 4K 30 فريم بالثانية من الايفون 14 برو ماكس، مثل ما تشوفون النتيجة اللي امامكم، وبصراحة الفيديوهات اثنيناتهم بهم اهتزاز قوي، لكن كافضلية وكواليتي هنا انا اميل للاس اكثر من الايفون. حبايبي هذه كانت تجربتي للكاميرات من الايفون 14 برو ماكس والاس 23 الترا، طبعا هاي اول مرة اسوي هيك فيديو، كلش تعبت على الفيديو، فان شاء الله الفيديو نال اعجابكم واستفاديتم من عنده، واكيد اكتبوا لي بالتعليقات شنو تفضلون كاميرا الاس 23 الترا لو الايفون 14 برو ماكس، وان شاء الله راح اسوي لكم مقارنة للصور الفوتو حاليا بس الفيديو حتى لا يكون الفيديو طويل عليكم، ان شاء الله فيديو قادم راح اسوي لكم مقارنة كاملة بين الاس والايفون تصوير الفوتو، ايضا ضايف لكم الجوجل بيكسل 7 برو وايضا شاومي 12 اس الترا. شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكم، ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم، في امان الله.